فإنه الأخ طيب حكينا على جسم الإنسان في الفيديو هذا نشوفوه نرجعوا تسفيت. جسم الإنسان يتكون من عدة أجزاء كما العضلات، العظام، الأنسجة الدموية، الأسنان وغيرهم. اليوم حابين نسألوا بعض المواطنين على بعض الحاجات الموجودين في العين والقلب والمخ والمخيخ والبدن بصفة عامة. كريات الحمراء هل تعرفهم أنت ولا؟ الجلوبين الروج هاوي يعني هل تعرف الوظيفة بتاعهم شنية؟ لا البلازما مثلاً اسمع هذوما كل من المقتضيات متاع الدم البلازما جلوبين بلون جلوبين روج البلازما ما تعرفش شنية لونها؟ ما عارش الجلوبين بلون الناس ما جلوبين بلون ما جو بونس با لي هي بلون بيضا مون امور البيضا مون امور تعرفش الطبلة وين موجودة؟ والله أنا نعرفها سيتهم هذوما كل سيتهم اللي تعرفش انت العين معناها من شنو متكونة شنو ما الحاجات اللي في وسط العين؟ ما نعرفش جهاز تنفسي تعرفش من شنو متكون؟ رئتين وشنو اخر؟ كهف ايه هي وظيفة الشبكية؟ ما نعرفش ما نعرفش تعرفها وين موجودة انت الشبكية ولا لا القزحية لا لا العين شنو فيها؟ العين أما عين أما عين معناها عين هذايا عين السبانيورية طن وعظم هذه العين هذايا عينك أنت حاجب وشوافر ونورمال وكامل العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل علاش قد عندك من سنة؟ لا خليك نحسبوهم بعضنا طبعا لا عليه هيك ها؟ يا عليه علوش أنا مخ شنو فيه؟ مخ راسك معناه من داخل شنو فيه؟ نعم ما عارش الجمجمة متاع الإنسان تعرفش قديش فيها من عظمة؟ هي نوع موش جمجمة عظمة واحدة و واحدة برك معنا عظمة و كاملة معنا جمجمة كاملة نعرف تعرفش عدد ضربات القلب في الدقيقة؟ ضربات القلب في الدقيقة؟ قديش يضرب القلب؟ أربع ضربات تعرفش قديش عنا من غدة؟ كابتين ليفت ورايت جوش دروا أنا زوز غددك هو؟ هذاك هو اللي عندي أنا مش يهمني في العباد أنا الكريات الحمراء قديش تعيش من النهار؟ الكريات الحمراء الجلوبين البلو الجلوبين الروج في البدن اون برانسيب افي تعرفش نسبة الدم في جسم الإنسان قديش؟ الدم في 30 3 تعرفش عدد الكريات الحمراء في البدن قديش؟ 6 كريات الحمراء زوز لا 3 لا 1 دم شنو متكون؟ الدم شنو متكون من الدم يخرج الدم من ريحة شاي ريك كان حاجة حمراء خرجتك هاو صبا عرف راو الدم خرج تعرفش البلازما شنو هي؟ البلازما شنو هي؟ تلفزة دم من شنو متكون؟ الدم من البلازما هكا هاو هكا هاو تعرفش قداش عندك من ضرس؟ 4 5 الدماغ تعرفوش شنو؟ لا ما نعرفوش المخ المخ بتاع البشر وين يسير المخ هكا هو المخ معناها تعرفش شنو وظيفته؟ لا ما نعرفش القلب ما نعرفش والرئة ما نعرفش والكليوي عايش ما نعرفش الوظنين كل شيء ما نعرفش نسمع كان أكون كده مكان وظيفة الوظنين ما نعرفش والفم ما نعرفش هذاك هو مواك يكون صغار وكاكاركم تدخلوا تقراوا ايقاظ علمي ريت لي غيب على الايقاظ العلمي شنو نجم يجرى له